وين هسه؟ أصدقاء مسوين حفلة ساهرة وداعيني. وبدك عشو نص؟ مش علي بساعة يوم. ليه طويل؟ صدق أنت ما تحس على نفسك. أنت ما تقولي ما تخافش يصير بيك ما يصير من وراها طلعت الهواية. اليوم على كيفك. بابا نايم والبنات فوق. خايف منهم؟ لا عاد إلا أروح أقعد لأبوك وأرد أشوفك شو تقول. يوم على كيفك. وأنا هسه وين رايح؟ كلها ساعة ساعتين وجاي. قابل رايح لأفريقيا. ما تطلع. إيه. جاهل وخايف يضيع. حتى الجاهل أعقل منك. أنت هالأيام ما أدري جاهل عقلك. مدى تحس إيش دا يدور داير مدايرك؟ لا. شو دا أحس بكل شيء؟ إيه. من عمايلك السودة. نوبات أستحى أقول هذا ابني. هذا ابنك. والمفروض ما تخلفين هالقد ولد وتحترين تربيتهم وكافحك وخلي الناس نايمة. وإذا صحتي ترى أطلع بعد ما أرجع بعد. زين؟ سمعتك تحكين. شكو؟ ابنك طلع. وين؟ جوا علي ربعه. بهالساعة؟ ابنك ما إله رداد. دا يلعب بكيفه. لعد هو ليش ما يريد أخوه يجي؟ لأني ردعه. خو أنت أيست منك مشترك. يا مرمو هذا صار رجال. هسه لو مخلف ولده بالمدرسة. يشوف حاله. مو خالي منذر. شو شكو؟ أنا عقلي ما قاطع حالة لداهم بالكلية لو يروح محلات خارج. خلاص مدام تعرف هالشكل اتصرف. شو أسوي؟ دس على بلال وقعدوا ويا الولد وعرفوا وش بيه. يخومون خلي الولد يروح من ديانة. بلال يحاول ما يصطدم بيه. بلال يعامله كند كرجل. هذا حكي يفيدك. الولد طلع على طاعتك وعصى كلام أخوه. ودا يلعب بعقل وحده مسكينه وهسه حايره بزمانها. شنو هالحكي هذا؟ اقول لك مو اقول لك ما تدري شكو ماكو. لكن لو قضايا الناس كانت رافعت بها قدام المحاكم وطلعت الباطل حق. لميعه مو اني ما ايش انت؟ انت ابنك ما تقدر عليه. لميعه مو هذا صار رجال. صار رجال؟ رجال ايش؟ لازم الزوجه. لازم الزوجة وتخليه يدرس وتعرف وين يروح وين يقعد. كافحات ضيعنا كل شيء. أنا ملتهية بالبيت وولدك ملتهين بنفسهم. يعني نخلي الولد يروح من ديانة؟ خلاص أنا باكر أتفاهم وياه. لا أنت ما تتفاهم وياه. تجيب بلال ومرته وبناته. بلال ما يريد يجي. بلال عنده رغبة يجي. مرته مريضة وسنار هنا تعالجها وترعاها. انت لازم لك كلمتك بهالبيت. لازم منذر وغير منذر من يسمعوك يسكتون. تعرف بلال ليش ما يريد يجي؟ لان منذر اعلى حسه قال ما اريده. خلاص يجي بلال. بتقومين تنامين؟ وين عيني تاخذ نوم؟ وابني ما ادري بي وين هسه. وذولا ربعه منه. يا شباب اكو هنا سكارة هسه يدوحون. اكو هنا انواع السيارات. اللي يركب مثل هيك سيارات واللي يجي بمثل هيك مكان
أكيد شايلة جنطة مليانة خضر، وإذا اقتضت الضرورة فعندي ملابس وهويات، يعني ترتيب سيف وملائمة. زين شباب، شفت هذا الرقم مرسيدس؟ هذا نعترضه براس الفرع، وقتنا 10 ثواني. جهزوا شباب. انتوا منو اخوان؟ وين مدينه وبيش طالبينه وش تردون مني انتوا؟ هذا حكي هوايه على واحد مثلك زين، المفروض تسكت. اخي اللي بعدك هذا عندي فدوه. روح تشاور وياك. اذا ما يسكت اترش حلقه رصاص. ايش رايدي مني يا اخي؟ ايش رايدي مني؟ دقيقتي عندنا شغله وياك. شغلتي يا اخي. عصابة ها؟ عفي عليك، عصابة حمادة وتوتو. توتو منو؟ توتو واجل امك. شلون الديسكو؟ رقصت الليلة زين؟ هاي البناية مالتي اخي. مليونير. تردو مني. عمرك عمرك. عمري تشيل هذا من الفاضي يا ابو. راح نمر على نقطة التفتيش. خلي المسدس بخاصرة الأستاذ، إذا حاصلوا ناس لا تبخلون عليه بطلقة. لا يا بلا، لا، شلون أحكي؟ بس صدق العماركم تراني هذه صاحب جهال، وش تردوا لأني حاضر؟ عافية عليك، خلي نفوت هسه بسلام. وقعنا هسه اخذك للقاضي، مو بباب بيته اقول طالب. لا تصوري انا جلب بيج. انا لا اريدك ولا اريد ابنك. اشتري نفسك واشتري ابنك وانا حاضر. الله يخليك، خليني بدردي وعوفني. الولد فر وما ادري بي وين، وانت محاصرني ليل ونهار. هسه ما تكفي الدعوه اللي رفعتها ضد الولد، النوبه بيتي، شو تريد من عندنا يعني؟ تموتنا. اريد اكلكم. أريد أكلكم هسه قبل لا تاكلوني.
فسقيت ما اسقط. الدعوه مستمره وانا ماشي بيها. انت بس اللي تقدرين تحلين كل شيء، تكسبين نفسك وتكسبين الضبع مالتك. اي بلكي تقدرون تلبون لكم واحد على قد ايديكم. انا بدي اخلص. هيا نايف. ما شرط لك هذا من الصبح. الساعة بالعشرة أمي حرة وقاعدة بيتها افتهمت، وإذا ما سويت اللي أريده يا فيار فصدق أقشر مخك حتى لو خلاه برج من المرمرة، افتهمت؟ دقيقة دقيقة ولادي دقيقة. أنا بس بدي أشرطة ويا أمك، يعني معقولة أطلق؟ بس دب المسدس بالي. ها؟ أقعد. وين؟ نام. حتى من نحكي راح. ربي رحمتك، جاه كل من عنده جاه عندك. ربي رحمتك. لا تدعم اخنا مريح، عيب تسلم. ها سلمت يا شيخ معود. والله بيا ضغط وبيا سكر. عمي بحكي هكاني، ايش تردون انا حاضر؟ شو يشوف ابو علج؟ شو نسوي له؟ انا اقول انصلبه على نخله. الله اكبر الله اكبر. لا 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 لا, لا. الصلوب بعذبه طريقة 99 على 1 طريحك. يعني شنو؟ يعني نوزعك. شوك؟ انت ما مسوي ضحية لببيتك. ربي صار مثل المرية. قبل شوية كنت تبكي ويا البنات بالديسكو. بس انا ترى بس بس لا تبغي. يمن هائل، اتعود من الشيطان، هو فيار بس لسانه بس. اي والله متمرن. ولادي اذا عجبك تجي ويانا هنا هلا بك. دعوه ساقطه ساقطه من هسه. مش وين؟ مش خابر. مش خابر الشرطه وبلغهم يكفون بعد ما يلعبون زين، وقول لهم انه انت ماكو سقطت الدعوه. زين مو لازم انا اروح بنفسي يا عيني. ما بيها شيء اصلا، كل شيء ما بيها. تخاور هسه وباكر تروح عمو فياض. وليت ايش يعني؟ حتى بحلمك اطلع لك اذا غشيتني، فهمت؟ يلا مشي. شو خابر؟ يلا الو مركز الشرطه. عيني بلا زحمه، مفوض الخفر. ايش تردون فلوس؟ عندي بالسيارة حوالي 2000 دينار، والسيارة تسوالها فوق 30,000 دينار. بس عوفوني الحالي، أنا صاحب أطفال. ولاف وكيف وانسى. أنت بعد ما تشوف أطفالك. هذا حدك من الكيف والونسة. يا معودين أنا رجال مستطرق، أعرفكم تعرفوني، ما في أحد عوفوني الخاطر الله. هذا حكي ماسخ، إحنا نريد كلام معين، عندك كلام معين؟ زين ايش تردون اخذه؟ تراني تعبان ومريض. موت لعاد. شنو ابو شنو جريمتك؟ شو مسوي؟ جريمتك شنو ابو جحيل؟ ايش مدريني؟ اقول انت شو اسمك؟ انا طاهر. من بين؟ تشتغل؟ عندي عقارات وعندي تجارة وعندي. خلاص فهمت. شو فهمت ابني؟ حرامي غير؟ حرامي؟ ودعتك أنا رجل أصولي، لا مخالف القانون ولا لاعب الضريبة. ذنبي شنو أنا ذنبي؟ عاد إحنا شنو ذنبنا؟ أنتو قطاع طرق. تعرف تحفر؟ شو احفر؟ قبرك. قبرك قبرك. انا طالع حسن، بس الك مهله الباكر. اذا سويت اللي ردته فاني عايفك لحالك، واذا لا يا فيار فما تلحق تلوم نفسك. وبعدين اقول لك شيء. قول يا وليدي انا مستعد. الشرطه ما تقدر تخلي عليك مفرزه بكل مكان. زين تروح تيجي تطلع شغلك تروح للنادي، بس انا اقدر اشوفك. واذا اذيت الامي لو ما سقطت الدعوة فأنت إن شاء الله عقب باكر منصوبة فاتحتك، افتهمت؟ أي منائل أنت وين رايح هسه؟ يوم أنا موجود شوكت مدريدين. زين؟
يا بقى قصة الزندي منا إذا ابني طبع صار يشتغل. وين ماخذي؟ وين؟ تعال استطر عمي، وين ماخذني؟ تعال تعال، روح 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 يلا. تعال استطر، تعال تعال تعال، ايش فيك؟ تعال تعال. باوة كوين؟ باوة زين؟ شو باوة؟ لحت حس ولحت شاف، ولا أحد يدري إحنا. دخيل الله ودخيلكم، أنا بخدمتكم، مش تأمرون أنا حاضر، مش تريدون أنا حاضر، بس حاضر على حياتي. أنت انت جبان ونص، جبان ونص، لحظة بهالساعة تريدني اصير شجاع؟ وراح تموت هسه. اكو 2000 ريال بسيارة، خذوهم وخذوا هاي السيارة. وش ترتون وش تأمرون؟ اني مسعد، اني حاضر، انتو ناس تبينون اشراف خوش ناس، واني اني مسعد البي كل طلباتكم. وش تردون؟ أنا حاضر، أنا ما أعرفكم ولا تعرفوني، وانتو ما محتاجين فلوس، ليش تخشون بخطيتي بالخالي بلاش؟ أنا حاضر، إيش تأمرون؟ إيش تروا؟ أنا حاضر، إيش كنتون؟ دو يا بلاش، يقول أبو جحيل؟ شو أقول لك أبو علج؟ تقول ابو علج، اني بكل عيد اقول راح اذبح الجد يطلي طلي. ليش ما عجل؟ بس يسوي اخذ الفلوس واشرب بيهن. بالمناسبه استاذ طاهر، انت سمين؟ شو اسوي بيدي قابله؟ طلي سمين. الليلة راح تصير وليمة للذيابة والاضباع. ذيابة؟ اضباع؟ ذيابة؟ طلي جدك، راح جدك على الحساب يعني، وخلي جماعة شهود، مو طلي 100 طلي، ذيابة سووها 1000، بس حافظوا على حياتي، اخذوا كل املاكي، كل ما عندي اخذوه، بس اريد اعيش يعني، ورجعوا لي اهلي. Thank you.
شنو هالغنى شنو هالكيف شنو هاي البنات انا وين شنو مو بيا حفره ناي سالي اني حسيت يعني حسيت انت طلعت من بيت اهلي زعلان فقلت لازم احزمك انت استاذي وبفضل عليه انت اخويا حتمت اذا ما خليتك فوق الفوق اني فلا جلي تشكر باوا شو باوا راقصتين باوا شلون ديت موجن عبالك حلقوم هذه مقدمة بعد الفيلم ما اشتغل غير تجيبني من الاول هنا يا حبيبي يعني هسه انت راضي علي كلش راضي بس ما يستقر حالي ولا يرتاح بالي اذا ما تخلص لي اللي بقلبي مستعجل قلت لك يجرالك انت شكو مستعجل علي الحكمه تقول خير واستفيد صح واني ليه هسه ما لامس شي بي ابو مايو مو هذا الاسبوع لا الاسبوع اللي ورا ما راح تسمع مني بس الاخبار اللي تطيب خاطرك انت تتدلل علي ابو مايو عشت عشت حكمه نسوي له شنو عنده فلوس ناخذ فلوسه كيف يعني يعني في الدخ 15000 يطي هذا مستعد يزوع كل ما يملك شوف بل وليدي اذا هديناك ايش تطينا ايش ما تطلبون ايش تامرون انا حاضر 20000 20 بس انا فلوسي بس وليدي لا عاد نصفيك ونبيع السياره خرده نجط لك هنا وندوس عليك بسيارتك مرتين ثلاثه على ما تاثر عليك الشرطه يراد فالصدفة تجي بسنة سنتين وقتها ترى ما يعرفوك احنا عظامنا مش شابها مو هالشكل بس ايش ترجم يعني حاضر واذا اقول لك مو قلنا 20 عشرين 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 هذا ابليس وفك ما فك منه هذا عضو بعصابة مجرمة وخطيرة وتهدد الناس يعني اذا ارضخ له معناها اخلي اخلاق المجرمين تتحكم بمصيري ومصير غيري لازم ابلغ عنه وارفع دعوه ثانيه بس هو تفاهم وياك هو المسدس بيده هددني وضغط علي مو اقول لك انت خلصتي مجرم هو صار مجرم فياض بس بجالك اني لو انت شوف طاهر احنا راح نعوفك هسه زين باكر بالدعش تنتظر مخابرتنا حتى تكون مجهز ال20000 أنا بخدمتكم واشتردوا أنا حاضر جزاكم الله ألف خير وإذا لعب الفار بعبك الفار؟ إيه ما بيلعب شلون يلعب الفار بعبي ما خلي ما أنا أشوف هذا الرجال كلاوتشي وده يلعب علينا ابني أنا اعطيتكم كلام رجال وخذوه من هالشارب هذي انا اقول تبقى عندنا رهينه رهينه لوش ابني وانا قلت لكم باكر بالدعش ودقيقه لفلوسكم راح اطيركم مو راح اطيراني لا 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 تبقى عندنا نخليك تخابر من مكان معين اهلك يجيبوا لك الفلوس لان انت محتاجها واذا جابوا الشرطه او سووا كمين معناها تروح تسعى قاصر انا اشوف هذا الحل الصحيح ابو جحا شفتوا من دي عقدها هسه من دي عقدها وطيتكم اني كلام يا اخذوها من شاربي وداعتكم انا اجيب الفلوس بس اني اشوف كلام ابو علي صحيح ومعقول انت مو امان لك انت مو امان بس احنا متاكدين انت ما راح تفلت مني دينا لو قدرت فهمت ما تقدر وهسه راح نعوفك
وباكر تنتظر مخابرتنا، افتهمت؟ دللوا دللوا بس اواصل دللوا. بالي ونسيت اقول لك بيها، واللي هو الامر الاداري شو كنت يخلص حكمه. انت منسب يمي للحسابات من غير امر اداري، بس لكن تعرف لازم تكون ثقتنا مع بعضنا قوي، واني لازم امن امن ابو مهيوب. عاد خذها مني يعني شويه، يعني يراد اخذ بوش الجماعة. يعني بصراحة بصراحة أختك طالعة بيها بالعالي أكثر باللازم. عويدة طلع روحها وراسك أنت. إذا طلع روحها لعد إحنا شناخد. بس يراد شوية همتك. إيه تدلل تدلل تدلل. ووظيفتها حاضرة بالمخازن وحلة البركة. بس شوية أنت جر اذنها قوي. امت الدلال امت الدلال غاتي استعجلين. احنا مستعجلنا ابو جحيل. سيارته بيدي انا ابو فاس. احنا أخذنا عنوان بيته ومكان شغله ورقم تليفونه، فلا تخاف طاهر بيدينا. روح طاهر روح. ها روح وين أروح؟ وين قدامك الطريق العام، أشر اللوري سيارة وصعد لأهلك. يلا إذا حتونا ضبط جيوبي انطوني بس 5 دنانير حتى أركب بها سيارة من أرجع. هاك هاك هاي العشر دنانير متفضل انقلع وقول احنا مو خوش اوادم. حتى الكرون طناك اياها. تفضل اخي شدك اعصابك، بس اعصابك كن هادئ. حادث سرقه سياره انا وعين اخويا بيا منطقه وين جسر زياده القديم. شكرا اخويا دكتور واحد موجوده بس دوري دكتور. شكرا
نعم. شو كجت الإشارة؟ طيب تتصلون حالا بنقاط تفتيش المداخل وتطون إشارة دوريات الأطراف وأنا جاي حالا. صار شيء لا سامح الله لان هم يلحون علينا نجعدهم سينار اليوم خابرت بس هذا بندر انا احترم رغبته يا بلال انت لو يمي اني اهلك شي اللي بيهم يلا مو مشكله دير باش على نفسك وعلى البنات والدواء تاخذي بوقتها زين يلا مع السلامه مع السلامه تلاحظ مقدم بلال صله حادثه اللوري وهاي شاهد العيال الاول قال اربع سياره لينا فولفو سيدي فولفو لان المراقب الزراعي جبر اكد لنا السياره فولفو بس انت السيارة لينو هي قضية أخرى. وبس السيارة جيب؟ لكن مواصفات الأشخاص الأربعة هي نفس المواصفات اللي يطاها جبر. الأسلوب نفسه مع فارق أنه هذا رجل غني يمكن ابتزازه على مر الوقت. لذلك أبقوا على حياته. سائق اللوري فقير ما عنده غير 2400 وهي فلوس أبو المزرعة. بس هذا قاومهم سيدي. بعدين واحد منهم ضربها على رأسه بحديدة أو سبانة خلف الجمجمة. المهم محور الأحداث العاصمة بس هالمرة بطرفين واحد بشمال العاصمة والآخر بجنوبها. العفو سيدي احنا عممنا مواصفات السيارة المرسيدس على كل دوريات. المراقبة لازم تكون على جميع الملاهي والكازينوهات. لازم يكون تجديد المراقبة على الطرق الخارجية يعني نقاط السيطرة الدوريات لأن هذول حتما راح يغيرون رقم المرسيدس. يدوب ما حد يجاوب؟ هو هذا مو قال بس اوصل الدللو؟ يفتي واني حذرت هالشخص هذا ما لازم ينفك منه يا اخي بس انتو شو اسوي لكم؟ شنو يعني؟ قلاب؟ احتمال هسه بلغ علينا حسب الاصول. هسه كل مرسيدس يلزموها وكل اربعة تشوف يعني تالي تالي تشيل من بالك سيد طاهر فلوس ماكو بعد استاذ دولة وعيد ومتعلمين واحد يوم اذا اشوفه ولد ولعب قالك عليه مجرم يعني ضروري لازم المجرم يكون مهتلف ومخربط وجاهل لا. الجريمه تتطور بتطور المجتمع تتطور بالسلوك بالاسلوب بالتفكير هذول اكيد واصلين لمستوى علمي معين بيجيهم احتمال الجامعي او الموظف استاذ ليش يسوون هيك؟ ليش ياذون لحاله؟ احتمال عقدة الاضطهاد. نعم سيد. شوف سيد طاهر انت لما تشعر بنفسك فاشل ومضطهد من قبل الاخرين ومأمور وتطيع تطيع ذاك الانسان اللي انت بداخل نفسك تشعر انت احسن منه او احتمال اكو شخص اخر ناجح وجاية بيده بس تشعر انه انت ماكو فرق بينك وبينه هاي الحالة تنقلب انت تنقلب يا إما ضد نفسك فيصير عندك الإدمان التحلل عدم الشعور بالمسؤولية أو تنقلب ضد نفسك وضد المجتمع بشكل انتقام هذولا من هالفصيلة سيطة من هالفصيلة احتمال أكو حالات أخرى هذه الحالات لها علاقة مباشرة بالمسألة الوراثية نفسها واحد منهم قال انت مليونير
قلت له هذا من فضل الله. قال لي لا اسكت انت حراوي راوي. زين هسه نرجع لموضوعنا واريدك تحكي لنا من اول لحظه اختطافك سيد طه. هاي من ابو المرسيدس؟ انا زنقين ويملك بقد بيتك فلوس. ها هي؟ لا طبعا. لان اني مصمم اخذ لك عماره من جلود هذول الحراميه. مصمم ان استخدم كل قدرتي حتى اخذ حقي بيدي من هذول اللي يملكون قواش وفلوس. خاصة طاهر والربع. ذولا تجار واصحاب عقارات. بعدين يا اخي هاي شطارة وسوق. جيب عقل واخذ فلوس. ولا الفرصة موجودة من زمان. الشغلة هنا مو بالحقد على الناس. نجلة انت تعطفين عليهم لو عليها؟ أنا يمينة مثلك ما ربحت شيء. طلعت منها حافية. فلوس الحرام ما تبيض وجهي ولا تسوي لي اعتبار. سيد طه هسه داخليك تشوف مجموعة من المشبوهين اللي عندنا. تقدر تتعرف على ذول الأربعة؟ أستاذ ما بقدر أتعرف على أربعة منهم. كلاب اثنين واحد تذكرت استاذ ولا واحد كان عندهم قاعد بسيارة الجيب استاذ. سيارة الجيب؟ اي استاذ. حافظ رقمها؟ استاذ ليش هم خلوني اهتر احفظ رقم السيارة بكسات وضرب بس هم استاذ يبين متعلمين متعلمين. بسيط بسيط طاهر ان شاء الله ما يضيع لك حق. انت هسه تروح ترتاح وباكر راح ندس عليك استاذ. سيارتي وفلوسي. بسيط بسيط بسيط. 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 علي رجع. نعم سيدي. اخذ السيد طاهر وصله. صار سيدي. تفضل. همتكم استاذ. العفو سيدي. نعم سيدي. وين سيدي طلبنا استدعاء لو السوابق بهاي القائمه. زين اريدك باكر تغبش. نعم. وتدزون سياره تجيبون جبر. صار سيدي. الحرامي من وين؟ بابا قبل تدخل البيت ثاني الليل مثل الحرامية حتى لا حد يحس بيك؟ وين كنت هسه؟ جاوب ابوك وين كنت؟ هي هاي جديدة؟ أول ثاني تحاسبوني على جيتي وعلى طلعتي. لأن تصرفك مريب. تصرف ايش بابا؟ لا شنو معنى ما تخش على أطراف أصابعك وتطلع من البيت على أطراف أصابعك؟ عنده ضميمة. يوم ضميمة ايش؟ احنا لازم نوقع على عيلتك ونعرف شو تسوي وشنو هالسهر بالصبح يومين. حرام كان قاعد ويانا لحظة وحكى ويانا كلمة حتى السلام يعز على السامع. الزمرة غير من عاشر قوما. بابا أي قوم؟ ذولا زملائي طلبة كلية. يعني شو تريد اني اطلع وياهم؟ ويا مجموعة متقاعدين؟ والغير احكي عدل. هذول مو طلاب كلية. هذول شلون ما باوع عليهم؟ اشوف ناس ملتمين عليك وانت ملتم عليهم ما اعرفهم منين ومنين. منين يعني يا بابا؟ زين زين اسمحوا نفسكم اسمحوا نفسكم تحذرون ذولي شنو؟ عما اطلع اجيب مناشف في ملابسي واجي اخذ حمام. حمام؟ دار استراحة أنا ها؟ كلامنا ما له أي اعتبار. المهم تاخذ حمامك شفت ما يعجبك وتنام وتاكل وتشرب والكل صم بكم. بابا أنا شاب واعي وتعرف شو أسوي. يعني هسه أنا لو متزوج تحاسبوني ليش أخش وليش أطلع؟ وينك لحظة؟ ما تتزوج وتستقر. أشوف البنية تلاحقك وأنت منهزم منها. عندي ظروفي. هيك ظروف ما تريدنا نشاركك بيها ونتفاهم وياك حولها؟ اللي عنده ظروف وظروف صعبة يستأنس برأي أهله. وأمركم شورى وإذا عزمت فتوكل. خلينا نعرف الأمر ربما نحاول نعينك وإذا أكو خير توكلوا الله ونبيه وإحنا وياك.
بس مو الشكل غامض على غامض. أنا أصلاً ما دا أحس عندي ابن منتمي لهالبيت، دا أشعر أنت غريب علي. بابا أنت تدري أني ملتهي بالكلية ومحلات خالي وسفر المحافظات. اسألون خالي مفيد. خالك يقول يجي ساعة ساعتين ويغيب خمس ساعات، أصلاً حتى خالك ما يعرف فين تروح ومنين تجي. زين لا زين، بعدين نتفرع. وقضية ميعاد. وقلنا بعدين نتفرع. لا، إن قاعدة وياك، باكر تكون موجود، ولازم نخلي النقاط على الحروف، افتهمت؟ ونعرف شنو القصة. زين سيد طاهر. أستاذ لا تنسى جاندي الليل وظل مهندس وهني. حاول. استاذ ارجوك ما متاكد استاذ. حاول يا سيد طاهر حاول. استاذ ما متاكد. العفو استاذ ما دا اشوف واحد من عندهم. زين سيد طاهر تفضل استريح. تفضل من هنا. سيدي جبر المراقب الزراعي. جبر طبعا انت شايف العصابه. اي طبعا سيدي. وكان واحد اكبر واحد بيهم اقرب الي من ناحيه الطريق. وهسه اذا اشوفه اعرف. طيب شوفنا الشخص من دولة. دولة سيدي. على كيفك جو على كيفك. ركز زين حاول مره ثانيه على كيفك. تفضل. سيدي ذاك اللي يصير بنص مليون اعرف بس هنا ما موجود. خلاص خليه يتفضل. يلا خميس يلا رجل. نعم سيدي خذوه بسرعه. لا تفضل تحرك امشي واحد ورا اسرع. يلا يلا اسرع اسرع. جبر تفضل خذ راحتك. سيدي كنت شاكك جبر بس طاهر من طلع باوعه وما عرف وقلت له.